السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنأخذ المحاضرة الأسبوع الرابع، المحاضرة الأولى لمحركات الاحتراق الداخلي. طبعا اليوم راح نتكلم عن الدورات المستخدمة بمحركات الاحتراق الداخلي، الدورات الثرموديناميكية. ما أعرف إذا أنتم سبق وأنا أخذتوها في يعني مادة الثرموديناميك، الاوتو سايكل والديزل سايكل والدول سايكل، يعني يفترض انه مريتوا عليها، لكن راح نحاول نحكيها بالتفصيل. محاضرة اليوم راح تركز على الاوتو سايكل، راح نحاول نفهمها ونشوف شلون راح نحل، يعني هي عبارة عن رياضيات راح تكون زين، وراح حتى ان شاء الله يوم الخميس ناخذ الديزل سايكل والدول سايكل اذا الله شاء. زين، الاوتو سايكل بشكل عام، دورة اوتو سايكل تتضمن يعني اكو مجموعة من المحركات تعمل بدورة تسمى دورة اوتو اللي هي دورة ثرموديناميكية. خلينا نجي على المحرك نشوف هو شنو اللي راح يصير به، محرك اللي يشتغل بالاوتو سايكل. اول شيء يقول انجست ا ميكستشر اوف فيول اند اير، يعني شنو؟ يعني يمتص خليط من الوقود والهواء. اذا في بالاوتو سايكل، المحركات اللي تعمل بالاوتو سايكل، المحرك شي يمتص بشوط السحب، يمتص وقود، خليط من الوقود والهواء. زين، بعد ما امتص هذا الخليط انتهى شوط السحب بنزول المكبس الى النقطة الميتة السفلى. زين، ايش راح يصير بعد ذلك؟ راح المكبس يعكس اتجاهه، يصعد الى الاعلى بغلق، طبعا راح صمامات العادم وصمام العادم وصمام السحب راح تكون مغلقه. فايش راح يصير هيك حاله؟ عندي شحنه من الخليط من الوقود والهواء، المكبس راح يصعد راح يضغطها. فايش يقول؟ يقول كومبريسد، يضغطها. زين، من ضغطها بعد ذلك احنا ايش نحتاج؟ نحتاج ننشئ تفاعل ما بين الوقود والهواء حتى يصير انفجار. هذا التفاعل شلون يتم؟ اذا ماخذين بالكيمياء التفاعلات، بعض التفاعلات تحتاج حراره، بعض التفاعلات تحتاج ما تحتاج حراره حتى تتم. فهذا التفاعل بين الهواء وبين الوقود يحتاج شنو؟ يحتاج حراره. شلون اجيب الحراره؟ اجيب شراره من السبارك بلك او شمعه القدح. هاي الشراره هو الوقود ساخن، العفو الخليط ساخن، وعندي شرارة راح تسوي تفاعل ما بين الهواء وما بين شنو؟ ما بين الوقود. فشي يقول؟ يقول cause it، يعني شنو cause it؟ يعني المكستشر، الخليط cause it to react، ينتج عنه تفاعل، thus effectively adding heat through، يعني وهذا التفاعل راح يضيف لي حرارة ويحولها يحول الطاقة الكيميائية المخزونة إلى طاقة حرارية، وهو هذا اللي احنا نريده. طاقة كيميائية موجودة بالوقود وموجودة بالهواء، من راح يتفاعلون؟ هاي الطاقة الكيميائية راح تتحول إلى طاقة حرارية. زين، قول اشتعل الوقود، اشتعل الوقود، من يشتعل الوقود، العفو الخليط، من أقول وقود يعني أقصد به خليط أنا هسه هنا. الخليط من راح يشتعل، إيش راح يصير؟ تدرون أنتم أي غاز من ترتفع درجة حرارته، شو يصير به؟ راح يزداد حجمه. فمن يزداد حجمه يعني يتمدد. فشي يقول هنا بال هاي المستطيل البنفسجي؟ يقول expand the combustion product، يعني نواتج الاحتراق راح تتمدد. زين، من تتمدد ايش راح يسوي؟ راح تدفع لي المكبس. زين، قول اندفع المكبس ونزل الى النقطة الميتة السفلى، طبعا هاي صمامات مغلقة. ايش راح يصير بعد ذلك؟ المكبس راح يعكس اتجاهه، وين يروح؟ يصعد الى الاعلى، يفتح صمام العادم راح يطرد الغازات، يقول ايجكت، هي العفو مو ايجكت، ريجكت ذا كومباستن برودكتس اند ريبليس ذيم وذ ا نيو تشارج اوف فيول اند اير، يعني يطرد الغازات الباقيه من نواتج الاحتراق. هذه العمليه راح نيجي نشوفها هسه بالسلايدات اللي راح تجينا، شلون راح نحسبها رياضيا وشلون راح تتم هاي العمليه. فهسه صار عندنا، احنا عندنا اربع اشواط، لكن هسه هناش كم عملية عندي اني؟ خمس عمليات. بالدورات الحرارية عندي بالنسبة للمحركات خمس عمليات، شنية؟ سحب، ضغط، اشتعال، الاشتعال هم يعتبروا عملية، بعد الاشتعال يكون
سموه قدره اللي هو هذا الاكسباند، هاي رابع وحده. وبعد ذلك راح يكون شنو عندي؟ ده تطلع عندكم الصوره لو لا؟ دكتور انا تخمه ماكو صوره. ماكو صوره؟ لا موجوده. لا دكتور انا ما طالعه عندي. ايش عجب؟ اي بعد دوستي على مكتوب على دكتور امير دوستي عليه تطلع لك. اي ماكو لا ثانيه ما طلعت اي شيء. ثانيها ما عندي صوره. بس دوسي اكو دوسي على اسمي، دوسي على اسمي. دكتور دايسه على اسمك بس صوتك، صوره ماكو. ايش كم واحد ما عنده صوره؟ طلابنا الاعزاء، هسه هنا راح نشوف هذه العمليات اللي راح تجري ضمن الاشواط الاربعه او ضمن دورتين لعمود المرفق او دوره لعمود المرفق بمحركات الاحتراق الداخلي. راح نجي نشوف شلون راح نفصلها ونحسبها. زين، هسه بدايه انتم تشوفون هسه هذا الرسم شو يوضح لي؟ يوضح لي العلاقه ما بين الحجم هذا الفوليوم والعلاقه ما بين البريشر اللي هو الضغط، يعني المحور الصادي هو بريشر الضغط والمحور السيني هو الفوليوم. زين، هنا الفوليوم صفر طبعا، من الصفر للتي دي سي، هذا التي دي سي النقطه الميت العليا، الحجم عند النقطه الميت العليا شيء يمثل لي؟ يمثل لي حجم غرفه الاحتراق، يمثل لي حجم غرفه الاحتراق اللي هو شنو؟ ال V C. زين، الحجم من الصفر من استمر الى ال B D C، هنا راح يمثل لي حجم الاسطوانة الكل، حجم الاسطوانة الكل V total. زين، الحجم ما بين ال top dead center هاي T D C وال B D C اللي هي ال bottom dead center يمثل لي حجم شنو؟ الازاحة V D، الحجم الديسبليسمنت او الحجم المزاح بواسطه المكبس اللي شو يساوي لي؟ يساوي لي الفي تي ماينس الفي سي. زين، هذا بالنسبه الى الحجم. زين، نجي بالنسبه الى شنو نحكي؟ بالنسبه الى الضغط، هذا الضغط. الضغط هنا لو تلاحظون ايش دا يصير عندي؟ هذا الضغط شنو هو؟ هسه خلينا نشوف، نجي نشوف هذا الضغط هنا ايش قد مقداره؟ ليش ما بدا من الصفر؟ ليش بدأ من هالنقطة؟ زين، قبل ما نقول ليش بدأ من هالنقطة، خلينا نفصل هذا المخطط. هذا المخطط شو يقول؟ يقول عند نزول المكبس من النقطة الميت العليا إلى النقطة الميت العليا راح يتولد عندي حجم مقداره هذا الحجم ناقص هذا الحجم، فراح يتولد لي هذا الحجم اللي راح يصير المتولد عندي. يعني مو أقصد هذا، أقصد هذا يعني من هنا إلى هنا هذا الحجم. زين، هذا الحجم هو الستروك، حجم الضربة أو حجم الديسبليسمنت. زين، هسه المكبس تحرك من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى، سحب هذا شيء يسموه رقم واحد شوط السحب الانتيك، سحب شحنة من الهواء والوقود، من الهواء والوقود. زين، بعد ما يسحب شحنة من الهواء والوقود يصل إلى النقطة الميتة السفلى راح يندفع إلى النقطة الميتة العليا، يضغط مع هذا الخليط وصولا الى شنو؟ النقطة الميتة العليا، راح يصل الى نقطة 2 اللي هي شنو النقطة 2؟ شو تمثل لي؟ تمثل لي الكومبريشن، تمثل لي الكومبريشن للضغط. زين، من وصل الى النقطة الميتة العليا وانضغط الخليط راح يتعرض الى شرارة، سبارك يسموها سبارك. من يتعرض الى سبارك ايش راح يولد لي؟ راح يولد لي اشتعال، كومبشن، راح يولد لي كومبشن. زين، اذا الاشتعال راح يبدي وين؟ من النقطة 2، يعني عند نهاية شوط الضغط راح يبدي الاشتعال. الاشتعال من يتم، اول شيء انا ليش احتاج سبارك على مود اشعل الخليط؟ انا السبارك شو اريد من عنده؟ اريد يولد لي تفاعل ما بين الهواء وما بين الوقود حتى يسبب لي انفجار. زين، هذا التفاعل تدرون انتم بالكيمياء اكو بعض التفاعلات تتم بوجود الحراره، بعضها تتم بعدم وجود الحراره، فهذا التفاعل يحتاج حراره واعلى من حراره الخليط نفسه اللي هو واصل اليها عند الضغط. فشو يحتاج؟ يحتاج بعد اضافه حراره اضافيه اللي هي الشراره، هاي الشراره راح تولد لي انفجار. زين، الاول ما يتم الانفجار راح يبدي شوط القدره،
الجواب لا. ليش؟ لأن الانفجار من راح يبدي راح يرفع ضغط الغاز، يرفع ضغط الخليط. من يرتفع ضغط الخليط هو مو رأسا راح يدفع المكبس، المكبس يحتاج إلى ضغط معين حتى يندفع به، فراح يرتفع الضغط، يرتفع الضغط، يرتفع وصولا إلى النقطة 3، إلى أن يصل إلى هاي القيمة. يلا يقدر هذا الضغط المتولد شنو؟ راح يدفع المكبس وراح يبدي الغاز يغير حجمه. يعني هاي العملية صعود الضغط هنا أو الاشتعال، الاشتعال وصعود الضغط تم بثبوت الحجم. يعني الحجم عند النقطة 2، أنا خليني أمسح هذا القف، الحجم عند النقطة 2 هو نفس الحجم عند النقطة 3، ما تحرك. يعني لو تمد خط مستقيم هو نفس الحجم. زين، إذا وصل عند الحد الضغط عند النقطة 3، الحجم ثابت بعد المكبس متحرك، وصل إلى حد ما حتقدر يدفع المكبس، اندفع المكبس، اندفع المكبس، ايش يصير بالحجم؟ ده يزيد، لكن بالضغط ايش ده يصير بيه؟ من الحجم يزيد الضغط يصير بيقل، بزيادة الحجم، بزيادة الحجم الضغط ايش ده يصير بيه؟ ده يقل، ده يقل، يوصل إلى مرحلة وبعدين يبدي شنو؟ يقل بثبوت الحجم. يعني شنو؟ يعني خلينا نقول للنقطة أربعة، للنقطة أربعة، هاي النقطة أربعة شنو؟ طبعا هاي منا يعني ثلاثة راح يبدي ال يسموه الباور، نقطة ثلاثة راح يبدي الباور، راح ينتهي عند النقطة أربعة، يعني اللي هي النقطة الميتة السفلى. زين، هذا الباور قل الضغط وصل إلى حد، هذا الحد من الأربعة للواحد مرة ثانية، هذا بعد حجم ثابت، لكن الغاز ده يصير بيه ده يفقد حرارة عن طريق المحرك. زين، وبالتالي ضغط ده يصير بيه ده يقل عن طريق جدران الأسطوانة، عن طريق الجيوب المائية، جهاز التبريد، ده يفقد حرارة بعد بدأ يسوي إكزوز. فمن ده يفقد حرارة أيضا شنو راح يصير بالضغط؟ راح ينخفض أكثر بعد. زين، راح يرجع إلى هذه النقطة، النقطة الميتة. بعد ذلك راح يطرد النواتج الاحتراق، راح تطرد بحركة المكبس من النقطة الميتة العليا السفلى، العفو، إلى النقطة الميتة العليا، وبهذا يكون الضغط هو شنو؟ ثابت. زين، هنا السؤال حكينا عليه، هذا الضغط ليش بدأ هنا ما بدأ من الصفر؟ هسه الحجم عرفنا، لأن هذا هنا حجم غرفة الاحتراق، يعني المكبس ما يقدر يصعد أكثر من، يعني يجي للصفر، يعني حجم غرفة الاحتراق ما ممكن يكون صفر. لكن الضغط ليش هنا؟ هذا الضغط شو يمثل لي؟ يمثل لي الضغط أثناء فتح صمام العادم أو فتح صمام السحب. الضغط ايش قد يساوي لي؟ الضغط الجوي نفسه يساوي الضغط الجوي، لأنه يعني يسحب هواء، هو الضغط الجوي راح كأنما راح يدفع الهواء إلى الداخل، وضغطه هو مساوي للضغط الجوي. زين، فهذا يمثل لي الضغط الجوي، الضغط الجوي. زين، خلينا نجي نفصلها هسه بشكل شنو؟ طبعا هنا خلينا نكتب هذا اكزوز، نسينا نكتب اكزوز. زين، خلينا نجي نفصلها بشكل رياضيات، راح نجي نحكي كنقاط، يعني مثلا من واحد الى اثنين، هاي من واحد، من واحد الى اثنين، هاي حالة. زين، خلي امسحها نذني حتى شنو يصير المخطط عندنا واضح. زين، من واحد إلى اثنين، العملية الأولى، العملية الأولى، طبعا هاي كل واحدة من ذني واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذن يسموها حالات states. زين، فهسه خلي نشوف هاي الحالات اللي راح يمر بها الخليط. نجي نبديها من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين يسموه isentropic compression. يعني شنو isentropic compression؟ يعني الضغط أو انضغاط بثبوت الانتروبية، انضغاط بثبوت الانتروبية. زين، هذا الانضغاط بثبوت الانتروبية شنو من خصائصه؟ من خصائصه انه البي، يعني البي 2 على بي 1، البي 2 البي عند النقطة 2 على البي 1 اللي هو نقطة الضغط عند النقطة 1 راح يساوي لي الفي 1، الحجم هذا الفي 1 اللي هو الحجم الكلي. زين، على الفي 2 اللي هو حجم غرفة الاحتراق. زين، اس جاما طبعا. زين، فالسؤال الحجم الكلي على حجم غرفة الاحتراق، هذا بيش يذكرنا؟ يذكرنا بالكمبريشن ريشيو. إذا ال V1 على ال V2 يساوي للكمبريشن ريشيو، فأنا شو أقدر أقول؟ أقول
البي 2 على البي 1 يساوي الكومبريشن ريشيو اس جاما. هاي خلصنا من عندها. زين نجي مره اخرى راح شو نقول؟ نقول ضمن هذه العمليه اللي هي الايزنتروبيك كومبريشن عندنا حيصير عندنا تي 2 على تي 1 الحراره الثانيه بعد الانضغاط على الحراره الاولى اللي هي قبل الانضغاط يعني بشوط نهايه شوط السحب راح تساوي لي الفي 1 على الفي 2 بلكن شنو اس جاما ناقص 1 اس جاما ناقص 1. زين وبالتالي هاي الفي 1 على الفي 2 ايش راح تساوي لي سي ار اللي هي كومبريشن ريشيو. اذا نفس الحاله اذا انت تلاحظون التشابه ما بين الحاله الاولى والثانيه الحاله الاولى اس جاما الحاله الثانيه اس جاما ناقص 1. هسه واحد يسال يقول لي هاي شنو هي الجاما؟ الجاما هي النسبه ما بين الحراره النوعيه هياتها الحراره النوعيه بثبوت الضغط والحراره النوعيه بثبوت الحجم واللي قيمتها راح تكون بالنسبه للغازات تقريبا 1.4 يعني خلينا نعتبرها كقيمه ثابته حاليا 1.4 يعني حاولوا تحفظوها زين. وهاي معطيكم هنا المعادلات مال سي بي ومال سي في معطيكم الار اللي هو ثابت الغاز زين يعني اذني لكم للاطلاع. زين من هاي المعادله اقدر اطلع تي 2 بدلاله تي 1 نعم اقدر اطلع تي 2 بدلاله تي 1 طرفين بوسطين. وهسه تقولوا لي ليش عود اطلع تي 2 بدلاله تي 1؟ مو راح نحتاجها بعدين بمسائل الكفاءه. هسه ما راح تجينا يعني معادلات الكفاءه راح نشوف شلون راح نحتاجها وشلون راح تخلصنا من هوايه مشاكل وراح تختصر لنا هوايه شغل. زين اذا هاي خلوها في بالكم. زين هسه هاي العملية الأولى من 1 إلى 2 تمت. زين هسه نجي العملية الثانية من 2 إلى 3 من 2 إلى 3 يسموها isovolumic. شنو يعني isovolumic؟ iso يعني بثبوت يعني تتخيلها أنت أي شيء isobaric يعني بثبوت الضغط isovolumic بثبوت الحجم isentropic يعني بثبوت الانتروبية. زين فisovolumic أنه هاي العملية تتم بثبوت الحجم. هاي العمليه اللي تتم بثبوت الحجم ايش بدنا نسوي احنا بها؟ بدنا نسوي هيت اديشن اضافه حراره اضافه حراره. زين هنا اذا انا ايش احتاج؟ احتاج انه احسب ايش قد حراره انضافت من صارت عمليه الاشتعال من اني اطلقت الشراره وصارت عمليه الاشتعال ايش قد ضفت حراره. ليش راح احسبها؟ لانه احتاجها ايضا في مسائل الكفاءه. زين اذا ماخذين انتم في معادلات الثيرموداينامك اكو عندنا معادله شو تقول؟ تقول كيو تساوي ام سي في في دلتا تي. الكيو اي هاي يعني تعبير عن الاي تعبير عن اديشن هاي الاي مال اديشن فالحراره والكيو حراره. الكيو اي يعني الحراره المضافه تساوي امس الام كتله هذه كتله زين والسي في هو الحراره النوعيه بثبوت الفي يعني بثبوت الحجم. زين ليش بثبوت الحجم؟ لانه هي العمليه اصلا تتم بثبوت الحجم كونستنت فوليوم كونستنت يعني ثابت. دلتا تي اللي هي شنو الحراره تي 3 ناقص تي 2 زين تي 3 ناقص تي 2 فهنا بهالحاله ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اقدر احسب الحراره المضافه يعني كل اللي اسويه شنو انه احسب الحراره المضافه وايضا اقدر اطلع اذا عندي احد المجاهيل يطلبه من عندي يكون اخلي بنظر الاعتبار انه ال V2 يساوي ال V3 فاني اذا هنا ال V2 عندي معلوم اقدر هنا يعني راسا استخرج ال V3 لانه هي العمليه تتم بثبوت الحجم. بدوره الديزل هذا ما عندنا بثبوت الحجم عندنا بثبوت الضغط. زين هسه بعدين راح نجي لها. زين وعندنا ايضا شنو عندنا القانون شو يقول؟ يقول بي 2 على تي 2 يساوي بي 3 على تي 3 هو اللي هو شنو بالنسبه لهاي الحاله القانون شو يقول عندي؟ البي في بي 1 في 1 على تي 1 يساوي لي بي 2 تي 2 عفوا في 2 على تي 2. زين انا عندي الفي 1 عفوا هنا احنا بدنا نحكي على 1 بدنا نحكي أنا آسف بدنا نحكي حالة 2 و 3 فش نقول؟ نقول بي 2 في 2 على تي 2 ايش راح يساوي لي؟ يساوي لي بي
3 على تي 3 زين، بس هي شنو عندي؟ عندي الفي 2 والفي 3 مساويات، فاقدر اقسم الطرفين على اي منهما فراح تختصر، فراح يبقى عندي البي 3 على تي 3 هاي بي 3 على تي 3 يساوي بي 2 على تي 2 زين. هنا ما عندي بعد اوس جاما، ليش؟ انه هاي العمليه تختلف عن الاولى. الاولى ايزنتروبيك، الايزنتروبيك نحتاج جاما، نخلي لها اوس جاما واوس جاما ناقص واحد. هنا ما احتاج اخلي لها اوس جاما زين، يعني هاي العمليه تختلف عن العمليه اللي قبلها زين. العمليتين الباقيه راح تشابه، عندنا عمليه تشابه ويا هاي مع بعض الاختلاف، وعندنا عمليه تشابه مع هاي مع بعض الاختلاف. خل نجي ننتقل للسلايد اللي وراه حتى نشوف شنو العمليات زين. العمليه 3 الى 4 راح تشابه العمليه شنو 1 الى 2، لكن بالعكس. يعني العمليه 1 الى 2 هاي العمليه هي شنو؟ انضغاط. هاي العمليه شنو؟ هاي العمليه راح تكون تمدد. فالقوانين راح يكون بها نوع من التشابه. شلون؟ نجي نقول البي 4 على البي 3، البي 4 على البي 3 اللي هي هاي الحاله الثانيه على الحاله الاولى، ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 1 على الكومبريشن ريشيو. شلون صارت 1 على الكومبريشن ريشيو؟ خلينا نجي نفصلها هنا. راح نقول البي 4 على البي 3 ايش راح يساوي لي؟ التناسب طردي لو عكسي، تناسب عكسي، فايش راح يصير؟ البي 3 الفي 3 اللي فوق عكسي ويا هذا، والفي 4 راح تكون عكسي ويا هذا زين، تناسب عكسي زين. الفي 3 على الفي 4 شنو هو الفي 3؟ الفي 3 هو هذا اللي هو شنو قلنا له؟ في سي، حجم غرفة الاحتراق. والفي 4 شنو هو؟ هو حجم الاسطوانة الكلي في تي. فكأنما ايش دا قسم؟ دا قسم كأنما حجم غرفة الاحتراق على شنو؟ على الحجم الكلي، وهو هذا شنو هو؟ هذا مقلوب الكومبريشن ريشيو. يعني الكومبريشن ريشيو شو يساوي؟ حجم الكلي على حجم غرفة الاحتراق. فهذا كأنما المقلوب. فش أقول؟ أقول يا به هذا المقدار راح يساوي لي 1 على الكومبريشن ريشيو، مقلوب الكومبريشن ريشيو نسبة الانضغاط. ولهذا شوف ايش كاتب لك هنا، مقلوب نسبة الانضغاط أيضا، لكن رافعة شنو؟ رافعة للأس جاما. فحتى تعرف شلون صارت، يعني تشوفون هاي العملية عكس العملية الأولى، يعني مشابهة لها في بعض الأمور ومختلفة منها بعض الأمور. الاختلاف وين؟ الاختلاف بالبداية قلنا البي بي 2 على البي 1 شو يساوي لي؟ يساوي لي كومبريشن ريشيو. بينما هنا شنو؟ البي 4 على البي 3 شو يساوي؟ مقلوب الكومبريشن ريشيو. ولا تنسون هذا الأس، هذا الأس ضروري زين، اللي هو قلنا عليه 1.4 زين. البي 4 نعم حجم الاسطوانه الكلي يشمل حجم غرفه الاحتراق زائد حجم المزاح بواسطه المكبس. زين والبي 3؟ البي 3 هو حجم غرفه الاحتراق اللي يعني حد للتوب ديد سنتر. يعني هنا هسه راح اكتبها البي 4، عفوا مو البي، احنا نقول في، الفي 4 هو يساوي الفي تي الحجم الكلي، في توتال يعني. والفي 3 راح يساوي لي حجم غرفة الاحتراق، الفي مال كليرنس يسموه زين، كليرنس فوليوم، كليرنس فوليوم زين. تبقى عندنا شنو؟ درجة الحرارة. درجة الحرارة ايضا تتناسب شنو؟ نفس القانون، لانه ايش عندي اني؟ 1 على الكومبريشن ريشيو، لكن مرفوعة للأس شنو؟ جاما ناقص 1. بينما هناك ايش كنا نقول بالعملية الأولى؟ تي 2 على تي 1 يساوي الكومبريشن ريشيو أس جاما ناقص 1 زين. هنا صارت مقلوب، يعني تشوفون ليش مقلوب؟ ليش كله بالعكس دي يصير؟ لانه هناك كان عندي انضغاط، هنا ما عندي انضغاط، عندي تمدد، فصير كانما النسبه مقلوبه زين. هنا اقدر اطلع تي 3 بدلاله تي 4؟ نعم، تي 3 يساوي تي 4 في شنو؟ في الكومبريشن ريشيو اس هذا الجاما ناقص 1، لان هاي الجاما راح تتوزع على البسط وعلى المقام زين، راح تتوزع على البسط وعلى المقام. وهذا المقدار يعني
من ترفع الواحد لاي اس هو راح يبقى نفسه واحد ما راح يتغير، فراح يلغي من المعادله. زين هاي هم خلوا لي اياها ببالكم لان راح نحتاجها بالكفاءه. زين بعد ذلك خلينا ننتقل الى هسه احنا هاي خلصنا من عندها، عندنا هاي هنا هاي العمليه اللي هي من 4 إلى 5 هاي بعد المكبس، يعني شلون خلينا نقول بعد ما مرتفع الى الاعلى، بعد هسه الحجم يعني شلون نقول وصل للنقطه الميته السفلى. من يوصل للنقطه الميته السفلى اكو مجموعه غازات لو ماكو؟ بالعكس، هي الاسطوانه بها مليانه غازات. هسه صارت هاي الغازات انجزت شغل وين؟ على المكبس. لكن سؤال لكم، هذا الشغل اللي انجز على المكبس هو مين اجى؟ اشتعل الخليط مال الوقود والهواء ولد لي طاقه. هاي الطاقه الحراريه وين تروح؟ الطاقه حسب قوانين الثيرموداينامك شو، لا تفنى ولا تستحدث، وين تروح؟ جزء من هاي الطاقه انجز لي شغل على المكبس. زين الجزء المتبقي شنو بعد الخليط ساخن؟ معناتها من اقول خليط ساخن معناتها شنو؟ معناتها بيه طاقه. يعني انا سؤال اسئله لكم هسه حاليا، اريد جواب اذا عندكم. هذا الانفجار اللي صار ولد لي طاقه، هاي الطاقه كلها تحولت الى شغل على المكبس؟ سؤال، وشون اعرف انه كلها تحولت لو مو كلها تحولت؟ ها انا اقول لكم، هذا الطاقه لو هاي حاله افتراضيه، لو الطاقه هاي كلها تحولت الى شغل، معناتها الغازات نواتج الاحتراق المتبقيه في نهايه شوط القدره ايش راح يصير؟ راح يصير درجه حرارتها صفر مطلق، يعني ما بها اي طاقه حراريه. لكن هو بالواقع هاي الغازات بها طاقه حراريه بعد ما تنجز شغل لو ما بها؟ خب بها طاقه حراريه، فاذا معناتها الطاقه الحراريه اللي تولدت بالاشتعال قسم من عندها سوى شغل على المكبس، وقسم من عندها راح ينطرد وين؟ ويا الغازات للخارج، او قسم من عندها راح شنو؟ من حراره الغازات راح تنتقل عبر جدران الاسطوانه والجيوب المائيه، وهاي دوره التبريد اللي حكينا عليها بالمحاضرات الاولى، اللي قلنا احنا الحراره لابد انه تنطرد جزء من عندها، فهاي خساره. فهسه انا شو اريد احسب هاي العمليه من 4 إلى 1؟ اريد احسب هاي الحراره اللي هي راح يسموها هيت ريجكتد، الحراره المطروحه. الحراره المطروحه يسموها QR، هاي شوفوها هنا QR. الحراره قبل شوي شو حسبنا هنا؟ حسبنا الحراره المضافه بثبوت الضغط. هنا ايش راح نحسب؟ الحراره المضافه المطروده بثبوت العفو بثبوت الحجم، اسف. الحراره المضافه بثبوت الحجم، هنا الحراره المضافه بثبوت الحجم ايضا، المطروحه بثبوت الحجم. كيو ريجكتد، ريجكتد يعني مطروحه. زين شلون نحسب الحراره المطروحه؟ بس ايضا نفس القانون، كتله نواتج الاحتراق في الحراره النوعيه، هاي الكتله وهاي الحراره النوعيه، يا حراره نوعيه بثبوت الحجم. ليش؟ انه انا بعدني هسه هنا عندي حجم ثابت ما تغير، بثبوت الحجم، وعندي دلتا تي اللي هي الحراره الثانيه ناقص الحراره الاولى، تي 4 ناقص العفو انا وين داحكي هنا، الحراره المفروض هي الواحد ناقص الاثنين. زين بس هي ما تفرق، هي راح تطلع الاشاره فرق بالاشاره. انا يعني دائما شو اقول نستخدم الثانيه ناقص الاولى. ليش؟ لانه انت من عندك مثلا من تستخدم الثانيه ناقص الاولى راح تطلع لك اشاره، هاي الاشاره راح تبين لك انه هاي حراره مفقوده لو ما مفقوده، بينما هسه من سويتها 4 ناقص 1 هي هون راح تطلع الناتج صحيح، بس ما راح تطلع عندك الاشاره موجبه، في حين هي هاي ريجكتد مو شو اسمه. فكيفك تسويها 4 ناقص 1، 1 ناقص 4، لكن اذا تسويها الثانيه ناقص الاولى راح تطلع عندك اشاره من خلالها راح تعرف انه اذا موجب هاي حراره مضافه، واذا سالب هي هاي حراره شنو؟ مطروحه. زين المهم هنا ام سي بي في دلتا تي، هذا الحراره المطروحه راح نحتاجها بحساب الكفاءه. زين ايش بقى عندي؟ بقى عندي البي 4 على التي 4، هاي شنو؟ علاقه طرديه ما بين الضغط ودرجه الحراره، تساوي للبي 1 على التي 1. ليش؟
من يقول لي ليش؟ نفس الحالة، احنا مو عندنا P4، V4 هذا قانون الغاز على T4، شي يساوي لي؟ يساوي لي P1 على V1 حسب قوانين الغاز يعني المثالي على T1. زين هنا بهاي من الأربعة الواحد الحجم ثابت لو مو ثابت؟ الحجم ثابت، يعني الأربعة الحجم أربعة يساوي الحجم واحد، فأقدر أختصرهن. من أختصرهن راح تطلع عندي هاي المعادلة. زين طبعا هي يعني خو ما شبشت عليكم، هاي العملية لو تلاحظوها الهيت ريجكتد هي عكس الهيت اديشن، شوفوا يعني نفس الترتيب، يعني اكو عمليتين متشابهة، العملية الأربعة العملية اثنين إلى ثلاثة وأربعة إلى واحد متشابهة، لعذن العمليتين، والعمليتين واحد إلى اثنين وثلاثة إلى أربعة أيضا متشابهات لكن مع اختلاف بسيط. زين خلينا نشوف السلايد اللي ورا. ها هنا اللي هسه قبل شوية سألتكم سؤال، هنا ايش راح يصير عندي؟ هذا هوت ريزرفوار، يعني شنو؟ يعني نفترض انه الانفجار صار هنا، صارت عندي طاقة اللي هي كيو اتش، خلينا نفترض هذا، هاي يعني حتى توضح لكم الصورة، هاي الطاقة اللي تولدت لي اثناء اشتعال الخليط. زين جزء من هاي الطاقة سوى لي انجز لي شغل ورك، وجزء من عندها وين راح يروح؟ ينطرد الى الخارج. زين هذا كيو اي اللي هي كيو اديشن او كيو ادينج، يعني الحرارة المضافة، كيو ادد الحرارة المضافة، هذا شنو؟ هذا الكيو ريجكتد الحرارة المطروحة، وهذا شنو؟ هذا الشغل الصافي اللي اني اريد احسبه، من اريد احسب الكفاءة اللي هسه راح نحسبها بالسلايد اللي ورا. اذا اني من اريد احسب الكفاءة شو احتاج؟ احتاج احسب هاي واحتاج احسب هاي، لانه انا هذا ما اعرفه، ما اعرف ايش قد، شلون اعرفه؟ الكليه الحراره الكليه ناقص الحراره المطروحه راح يطلع لي الشغل الصافي اللي انجز على المكبس. واضح؟ فهسه من بالسلايد اللي ورا من راح نشرح، يعني اذا انت هذا الرسم فاهمه راح تعرف ايش يصير. عندي حراره كليه، هاي حراره كليه كيو، راح نحسب كيو اي، وعندي حراره مطروحه راح نحسبها كيو ار. زين الكيو اي الحراره لا تفنى ولا تستحدث، فراح من عندها كيو ار، اذا البقى شنو هو؟ البقى هو الشغل المنجز على المكبس. زين خلينا نجي ننتقل للسلايد اللي ورا. هسه هنا راح نجي ناخذ هاي القوانين اللي اخذناها قبل شويه، راح نجي نعرف شلون راح نحسب بها الثيرمال افشنسي، الكفاءه الحراريه لدوره اوتو، دورة اوتو. الكفاءة الحرارية راح يرمزوا لها بالرمز هذا يسموه اتصور ايتا تي، هذا رمز لاتيني او اغريقي، ايتا تي رمز اغريقي هذا. زين فالايتا تي هذه اللي هي الكفاءة الحرارية ثيرمال افشنسي، ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي الشغل المنجز على المكبس اللي هو دبليو، هذا الشغل المنجز على المكبس على شنو؟ على الكيو ادد اللي هي شنو؟ الحراره الكليه المضافه، الحراره المضافه اللي ضفناها بيا عمليه من اثنين الى ثلاثه، هاي بثبوت الحجم، من ضفنا حراره اذا تتذكرون وصعد الضغط الى حد معين بعدين دفع للمكبس، يعني هذا هي تشوفوا هاي، هاي هنا الكيو اي احسبها. زين اضربها في 100 لان هي نسبه مئويه للكفاءه. زين بعد ذلك، بعد ذلك ايش راح يصير عندي؟ هسه انا عندي الدبليو، شلون احسبه؟ الدبليو ما عندي في الطريقه احسبه به، فشلون مين اجي احسبه؟ احسبه عندي كيو، اني يعني كيو مضافه هاي الكيو اي، وعندي كيو مطروحه اللي هي شنو؟ كيو هياته هنا كيو ار، اطرح واحده من الثانيه راح يطلع لي دبليو واقسمه على كيو اي، فراح يصير عندي شنو؟ كيو اي ناقص كيو ار على كيو اي في 100. زين تدرون انتم هذا المقام هو مقام الهذا ومقام الهذا، فايش راح يصير؟ كانما من اختصر المعادله راح يصير كيو اي على كيو اي واحد،
وكيو ار على كيو اي تبقى نفسها، كيو ار على كيو اي تبقى تنزل نفسها نافي 100. طبعا هاي هنا المفروض هيك نخليها بين قوسين، يعني هاي بين قوسين تتخلى، لانه اذا ما خليها بين قوسين هنا مو ضروري بين قوسين، لانه هي كلها كسر واحد، بس هنا من تقسمتها لازم تتخلى بين قوسين. اذا ما تخليها تصير الاولويه لعمليه الضرب، يصير الناتج غلط يعني بالحاسبه اذا تريد تسويها. فهاي هنا تخلي قوسين، وهنا ايضا تتخلى قوسين حتى تمشي الامور صحيحه، وهنا ايضا تتخلى قوسين، هاي هم قوسين هنا وهنا هم قوسين، هاي كلها لازم تخليها قوسين. زين هسه صار عندي واحد، هنا وصلنا حتى للدخول، واحد ناقص كيو ار على كيو اي بين قوسين في 100. زين هسه نجي يا بالكيو ار شو تساوي لي؟ الكيو ار مو حكينا قلنا ام سي في، هاي ام سي في في تي 4 ناقص تي اي، هاي عفوا تي 1 اللي شرحناها اخر شيء، هاي عمليه هاي كيو ار قلنا 4 ناقص 1. زين بعدين شنو عندي؟ عندي الام سي في، الام سي في شو تساوي لي؟ تي 3 يعني ام سي في في تي 3 ناقص تي 2، هاي شنو راح تطلع لي؟ الكيو اي، هاي اللي شرحناها. زين واحد ناقص هذا المقدار في 100. بعدين شنو؟ بعدين انا عندي الام سي في بالحالتين هي الام نفس الام، اقدر اختصرها عمليه ضرب، والسي في هي نفسها السي في هم اقدر اختصرها. فايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي 1 ناقص تي 4 ناقص تي 1 على تي 3 ناقص تي 2. صارت عندي فقط اللعبه وين؟ يعني نحسب الكفاءه، اللعبه وين صارت عندي؟ صارت عندي اللعبه بدرجات الحراره فقط، لان كلها اختصرت. زين بعد ذلك اجي هاي معادله بها ايش كم مجهول؟ بها اربع مجاهيل تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4. زين انا اريد اقلص المجاهيل، انا عندي اذا تذكرون معادله ايش تقول لي؟ هاي هياتها فوق تقول تي 2 تساوي لي تي 1 في سي ار كومبريشن ريشيو يعني اس جاما ناقص 1. اذا اقدر استعيض عن التي 2 بما يساويها بدلاله تي 1؟ نعم اقدر. فاجيب هذا المقدار وين اخليه؟ اخليه هنا مكان هاي التي 2، هاي التي 2 لهنا. زين التي 3 هاي لهنا، التي 3 هل اقدر استغني عنها بما يساويها؟ نعم عندي معادله ايضا اللي حكينا عليها قبل شوي، شو تقول؟ تقول تي 3 شو تساوي؟ تي 4 ناقصا ال تي 4 في الكومبريشن ريشيو اس جاما ناقص 1. وين اجي اعوضها؟ اعوضها هنا ومكان هاي التي 3. فصارت عندي معادله، انتم تشوفوها قد صارت هوسه بس هي ما بها اي شيء. هاي الكومبريشن ريشيو معروفه ودرجات الحراره معروفه والجاما هي 1.4 ايضا معروفه. فصار عندي، بس لاحظوا ايش راح يصير. انا ليش سويت هاي العمليه؟ ليش سويت هاي العمليه؟ سواء واحد يقول لي خب هي خليها درجات حراره وخلص، ليش انت خابصنا بهالمشكله هاي؟ مو شوف ايش راح يصير عندي، راح تصير الكفاءه اقدر احسبها بمجرد انه نعرف الكومبريشن ريشيو، لا احتاج درجات حراره ولا كل شيء. شلون؟ هاي العمليه سويتها، يعني انا هذا هاي العمليه اريد اختصر ال تي 3 ويا التي 2 اختصرها ويا شو اسمه. شلون تختصر؟ عندي هنا سي ار جاما ناقص 1 وهنا عندي سي ار جاما ناقص 1. اقدر اطلعهن عامل مشترك لو ما اقدر؟ اقدر اطلعهن عامل مشترك. فمن طلعتهن هنا عامل مشترك ايش بقى عندي؟ تي 4 ناقص تي 1، تي 4 ناقص تي 1. زين تي 4 ناقص تي 1 اقدر اختصرها، ايش بقى عندي؟ ايش بقى عندي؟ بقى عندي هنا من اختصر ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي واحد، هاي الواحد هي هاي موجوده نفسها، ناقصا واحد على كومبريشن ريشيو اس جاما ناقص 1 في 100. هنا ايضا اخلي قوسين. شوفوا شلون صارت سهله؟ يعني انا هسه من اريد احسب الكفاءه بس يعطيني الكومبريشن ريشيو اقدر من خلال الكومبريشن ريشيو احسب كفاءه المحرك، الكفاءه الحراريه لدوره اوتو. اذا من خلال هذا شو استنتج؟ انه الكفاءه الحراريه لدورة اوتو تعتمد اعتماد كلي على اليمن على الكومبريشن ريشيو. شلون تعتمد على الكومبريشن ريشيو؟ هذا الاشتقاق الكامل الموجود عندنا امامنا. زين بالاسئله
هسه واحد يقول لي زين اني اذا انت طلبت مني الكفاءه مجبور اني امشي بهاللاين هذا، اقول له لا، اذا معطيك الكومبريشن ريشيو انت ممكن تستخدمه مباشر، لكن بالسؤال ما يجي يقول لك احسب لي فقط الكفاءه، لا، يقول لك احسب لي الشغل المنجز على المكبس، هذا يجي يقول لك احسب لي جزء الحراره المضافه، الحراره المفقوده، فانت شنو لازم تحسبهن. بس هذا السياق اللي مشينا به هذا على مود نشتق هاي المعادله حتى تعرف هاي شلون صارت مين جتي. ما ادري صارت واضح لو شبكت عليكم، واضحه؟ ماشي، خلنا ناخذ سؤال حتى تتوضح الامور اسهل. هذا السؤال شو يقول؟ يقول ان ان اير ستاندر اوتو سايكل، يعني في دوره اوتو قياسيه، طبعا هذا فاتني انا اقول لكم، هذا دوره اوتو المثاليه القياسيه، لكن هي بالمحرك ما راح تصير هيك، راح تصير شويه مجعمره يعني زين، لكن بالحاله القياسيه هي هاي زين. فشي يقول؟ يقول ان اير ستاندرد اوتو سايكل، يعني دوره اوتو قياسيه، ذا كومبريشن ريشيو از 7. انطاني شنو؟ انطاني سي ار. ذا كومبريشن ريشيو از 7. اذا اجي هنا بالمعطيات، شوف انا كاتب لكم معطيات بغير لون. كومبريشن ريشيو 7، طبعا هي من نقول 7 يعني 7 الى 1، وبعد هاي تعرفوها ما يحتاج يعني اقول لكم عليها زين. and the compression begins at 35 سنتيغريد، يعني في يبدا الاشتعال، العفو مو الاشتعال اسف، الضغط يبدا عند درجه حراره 35 درجه سيليزيه. يعني شنو؟ يعني هنا الضغط التي 1 ايش قد؟ 35. ليش؟ لانه ده يقول لي بيجنز يعني يبدا، هاي يعني يبدا، فبدايته وين هو شوط الضغط؟ بدايته 1 ونهايته 2، فالبدايه مالته 35. اذا هو من قال لي، شوف ما قال لي تي 1، حكى لي اياها بس انا كون اعرف، يعني قال لي ان ذا كومبريشن بيجنز، من قال لي بيجنز الكومبريشن؟ مين يبدي من 1 الى 2؟ اذا بيجنز يعني تي 1 35 زين. فشغله فاتني اقول لكم اياها، اي درجه حراره التيات هاي اللي اخذناها تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تستخدم في الدورات الحراريه سايكل اوتو او ديزل او دوال سايكل، نستخدمها بدرجه حراره الكلفن. ليش؟ لانه هاي العلاقه البي في على تي، هاي مبنيه على شنو؟ هو القانون شو يقول؟ قانون الغاز مثالي، ام ار تي يساوي بي في. هذا التي درجة حرارة بالكلفن قايسيها، مو بالسنتيغريد ولا بالفهرنهايت، بالكلفن. وهذا الكتلة بيش؟ بالكيلوغرام. والبي بالصور بالباسكال، هذا طبعا ضغط مطلق مو ضغط مقياس زين، البي ضغط مطلق، والفي بالمتر المكعب. فاني هنا شنو مجبور استخدم؟ يعني من اعطينيها بالسنتيغريد لازم وين احولها؟ اني احولها كلفن، فتحويل الكلفن رجاء احفظه، شلون يتحول الى كلفن؟ اي درجه حراره مئويه اجمعها ويا 273 راح يطلع لي درجه الحراره بالكلفن، تكتب كابيتال لتر الكي زين. فهنا 35 زائد 273 التحويل مال كلفن راح يصير عندي 308، هاي التي 1. اذا مو تروح على 35 تحولها يلا تستخدمها زين. اذا 308 هي هاي شنو؟ هاي تي 1 زين، هاي راحت. نجي على الضغط، الضغط ها العفو انا قلت لكم بالباسكال، هو بالكيلو باسكال. الضغط ايش معطينا اياه؟ ايش يقول؟ اند 0.1 ميجا باسكال. القانون ايش يريده؟ يريده بالكيلو باسكال، فاحوله الميجا باسكال 1 ميجا باسكال شو تساوي؟ يساوي 10 أس 3 كيلو باسكال. فش أسوي؟ أضربها في ألف راح يطلع لي 100 كيلو باسكال، اللي هو شنو؟ الضغط المطلق الـ P1 زين. بعد شنو عندي؟ يقول the maximum temperature of the cycle is 100 العفو 1100 سنتيغريد. يعني شنو؟ يعني درجة أعلى درجة حرارة، أعلى درجة حرارة وين تصير برأيكم؟ أعلى درجة حرارة
أعلى درجة حرارة هنا T3، مو صحيح؟ لأنه هو راح يكون الاشتعال في أوجه يعني، والضغط على شيء، فدرجة الحرارة هنا T3. T3 راح يصير 1100، 1100 هاي سنتيغريد يعني مئوية، أحولها أجمعها 273 راح تطلع لي 1373 كلفن. هاي شنو هي T3؟ ليش اعتبرتها T3؟ لأن هو دي يقول لي أعلى درجة حرارة. زين أعلى درجة حرارة وين تصير؟ خب أكيد مو بالواحد، هذا شوط سحب، هنا اثنين شوط ضغط. اشتعل الوقود، فإذا نهاية اشتعال الوقود قبل ما ينزل المكبس بشوط القدرة هي هاي أعلى درجة حرارة أني راح تتولد عندي، لأنه بعد ما ينزل المكبس راح يبدي الغاز يبرد، يعني يصير يفقد من حرارته. زين هسه شو يريد؟ زين المعطيات مطيني اياها. زين يا بقى تقول لي انت مكيف مطيني بس اذني، وسؤال ايش طوله ايش عرضه، بس اذني المعطيات. هسه خلينا نشوف. زين شو يقول؟ شوف المعطيات اربعه وهو يريد خمس مطالب، يلا شو تسوي؟ يقول find the temperature and the pressure at various points in the cycle. يعني شو يريد؟ يقول جد درجه الحراره والضغط عند مختلف نقاط الدوره، يعني واحد واثنين وثلاثة وأربعة، يريد يذني كلها قد درجة الحرارة والضغط، يعني يريد T1 موجودة، يريد T2 ويريد T3 موجودة، يريد T4 ويريد P1 موجودة، يريد P2 ويريد P3، P4 هم يريدها طبعا، ويريد P3 أيضا. وبعد شي يريد هسه هذا المطلب الأول. المطلب الثاني شي يريد يقول the heat supplied per kilogram، طبعا هاي الكي لازم small، each small kilogram of air، the heat supplied يريد درجة الحرارة المضافة لكل كيلوغرام من الهواء، انتبه لكل كيلوغرام، لكل كيلوغرام. فشحت شي يريد يعني كأنما QA الحرارة المضافة. خلينا نشوف بعض شي يريد. يريد الورك دان بير كيلوغرام، هاي ايضا سمول لتر، كيلوغرام اوف اير اللي هي شنو الشغل طلعت هاي. زين بعد شو يريد؟ يريد السايكل افشنسي اللي هي شنو، هاي اللي قلناها ايتا تي، ثيرمال افشنسي او سايكل افشنسي طلعت هاي. هاي طين اربع معلومات يريد من عندنا ذني كلها، مو مشكله احنا الها. زين بعد شو يريد؟ يريد ذا ام اي بي، ام اي بي هذا يمكن ما مر عليكم، هذا يسموه المين افكتيف بريشر، يعني معدل الضغط الفعال، معدل الضغط الفعال. زين خل نجي نشوف ان الله، شوف شلون راح نحل هذا السؤال. نجي نشتغلها من البدايه، احنا مو اخذنا العمليات من البدايه، هسه راح نجي نطبقها ارقام. من البدايه عندي شنو؟ من البي 1 للبي 2، هاي هسه هنا دا احكي يعني. شنو هو اللي عندي؟ عندي هذا القانون تذكروه، P2 على P1 شي يساوي لي الكمبريشن ريشيو أوز جاما. زين أنا شو أريد؟ أريد الـ P2. زين هسه هنا من هذا القانون راح أستخرجه، الـ P2 على المية، هاي المية مين جتي؟ هاي الـ P2، الـ P1، الـ P1 مو سويناها 100 كيلو باسكال؟ زين فالـ P2 مجهولة على المية اللي هي معلومة بالسؤال، حولتها إلى كيلو باسكال. شو يساوي لي؟ يساوي لي 7 اللي هو شنو الكومبريشن ريشيو، هاي 7 اس 1.4، لانه احنا قلنا الجاما هي قيمتها ما يقارب ال 1.4. زين بالحاسبه 1 7 اس 1.4 طرفين بوسطين اسوي، راح تطلع لي البي 2 تساوي 1524 كيلو باسكال. زين خلينا نشوف حلي صح لو خطا. ال 100 طبعا البي 1 هي اقل من البي 2. زين فهنا ايضا عندي صح، ال P1 100 وال P2 عندي شنو 1524، اذا الحل صحيح. زين لانه في نهايه شوط الضغط، هاي ال P2 هي في نهايه شوط الضغط، فطبيعي الضغط يكون عالي. زين اذا هسه لهنا اوكي، هاي طلعت ال P2 خلصنا من عندها، خلي امسحها راحت. زين اجي انتقل بعد شنو، انتقل طبعا قبل ما انتقل بعد التيات هم لازم اطلعها. عندي قانون شي يقول T2 على T1 يساوي الكمبريشن ريشيو اس هاي الجاما ناقص 1. زين ال T1 عندي معلومه، ال T1 عندي معلومه هاي
35 هاي مجمعنا هوية 273 طلعت لي 308 بالكلفن، وعندي 7 كومبريشن ريشيو هياتها موجودة، وعندي الجاما 1.4 ناقص 1، راح يصير عندي طرفين بوسطين التي 2 راح تطلع لي. اذا التي 2 هاي ايضا استخرجتها زين. بعد شنو اللي احتاجه هسه؟ هاي العملية من 1 إلى 2 استخرجت بها شنو؟ استخرجت بها ال P2 واستخرجت بها ال T2 زين. هسه هاي العملية هاي من 1 إلى 2. اجي انتقل للعملية اللي وراها، العملية اللي وراها اللي هي شنو؟ من 2 إلى 3. من 2 إلى 3 شنو عندي القوانين الموجودة اللي هي شنو؟ heat added، الحرارة المضافة بثبوت شنو؟ بثبوت الحجم. هاي الحرارة المضافة بثبوت الحجم زين. اذا عندي شنو؟ عندي ال V ثابت. من عندي ال V ثابت راح ادي هذا القانون اذا تتذكروا، P2 على T2 يساوي P3 على T3 زين. انا شنو المعلوم وشنو المجهول عندي؟ ال P2 استخرجته من العملية السابقة، هاي استخرجته منها P2. اجي انزل 1500 صار بالسلايد اللي قبله 1524 زين. ال T2 ايش قد؟ ال T2 هياتها استخرجتها نزلتها 670.8 زين. ال P3 اني اريدها، وعندي هنا ال T3 اللي ايش قد هو مطينيها بالسؤال 1100، اللي قلنا هاي اعلى درجة حرارة 1100 جمعناها ويا 273 صار 1373، صار عندي مجرد طرفين بوسطين طلع عندي ال P3، طلع عندي ال P3 زين. بعد شو احتاج؟ اذا هنا هسه ال P3 صار معلوم، وبعد شنو؟ بعد عندي ال T3، ال T3 هي معلومة مو صحيح؟ معلومة T3 ما احتاجها. بعد شنو احتاج؟ احتاج ال T4، هنا ال T4 هاي احتاجها زين. ال T4 شلون استخرجها؟ سهلة، ال T3 عندي موجودة بالسؤال مطيني اياها وحولتها، هاي حولتها صارت 1373 اجيبها هنا، والكومبريشن ريشيو موجودة عندي 7، والجاما عندي موجودة 1.4. فش اقول؟ اقول T4 على هذا T4 على 1373 يساوي 1 على الكومبريشن ريشيو، 1 على 7 الكل اس 1.4 ناقص 1. هنا طلاب بعض يعني الطلبة شو يصير؟ يصير عندهم التباس انه هذا يعني مثلا ينسى انه هاي ال 1.4 ناقص 1 يدخلها على القوس. فش نسوي احنا حتى لا نغلط؟ 1.1 على 7 هاي اكتبها ارفعها للاس 1.4 ناقص 1، يعني هذا اطرح هذا من هذا، شوف ايش قد الناتج يطلع، اخليه كاس لهذا القوس زين. فبهالحاله بعد ما اصفي هذا واضربه في هذا راح يطلع لي ال T4، هاي ال T4 طلعت لي، اذا ال T4 ايضا استخرجناها زين. بعد شيء يريد من عندنا؟ خلينا ننتقل للسلايد اللي وراه. ها هسه اللي صارت عندنا هذا المطلب الاول كله كمل، ما عندي مشكله. طلعت التيات اللي هي درجات الحراره، وطلعت البيات اللي هي شنو؟ الضغوطات زين. هسه هنا شو يريد من عندي بالمطلب الثاني هذا؟ يقول the heat supplied per kilogram of air، يقول الحراره المضافه لكل 1 كيلوغرام. انتبه هنا لكل 1 كيلوغرام هو ده يقول لي زين. فش اسوي هنا؟ اجي الحرارة المضافة شنو قانونها؟ هسه انا اذا اشتغل شنو 2 إلى 3 بعدني، هاي 2 إلى 3 هنا الحرارة المضافة عندي، هنا الحرارة المضافة القانون مالتها هذا QA يساوي MCV. ليش CV؟ لانه قلنا بثبوت الحجم في T3 ناقص T2. فش راح يصير عندي هنا؟ الكتلة شقد؟ هو قايل لي لكل كيلوغرام، لكل كيلوغرام، فإذا استخدمها شنو؟ استخدمها 1، ماشي؟ استخدمها 1 زين.
السي في ايش قد؟ السي في هي شو تساوي لي؟ تساوي لي ثابت الغاز، هاي قبل شوية مو قلت لكم ثابت الغاز على جاما ناقص واحد، فثابت الغاز هو 287 على جاما ناقص واحد تطلع هاي السي في. ثابت الغاز احفظوه والهاي الجاما احفظوها، لانه هي هاي من خلالها راح نقدر نطلع السي في والسي بي. فهاي سي في هذا شوفوا ار ثابت الغاز اللي هو 287 بالالف على جاما ناقص واحد طلعت لي السي في، اجي اعوضها وين؟ اعوضها هنا. زين اذا السي في ايش تساوي لي؟ 0.718. زين التي 3 ايش قد؟ طلعناها 1373 طبعا هنا كله كلفن داحت يعني. زين وال التي 2 ايضا طلعناها بالسلايد اللي قبله 670، فصار عندي معادله كامله ما بها اي نقص. اجي اصفي هذا ما بين الاقواس واضربه بهذا الرقم راح يطلع لي 504.18 كيلو جول لكل كيلوغرام، هو يريد لكل كيلوغرام. والشغل بيش ينقاس جول او كيلو جول؟ هنا ليش طلع لي كيلو جول؟ لانه انا استخدمت ثابت الغاز هذا وحداته بها كيلو جول. زين بها كيلو جول. زين كيلو جول لكل كيلو غرام. زين هسه هذا المطلب راح خلاص. العفو اسف مو الشغل، هذا الحرارة المضافة، الحرارة أيضا تقاس بالكيلو جول أو الجول أو السعرة بالكيلو جول قسنا، هاي الحرارة المضافة أنا آسف مو الشغل. هاي لكل كيلوغرام هل قد حرارة راح تتولد عندي أنا. زين. بعدين شو يريد؟ يريد the work done by كيلو جول of air. طبعا هنا هو هم كاتب بير كيلو جول، يعني الحرارة المضافة أنا طفرت عن النقطة الثالثة. هاي كلها كنا نحكي على الحرارة المضافة. المطلب الثالث يقول الشغل المنجز لكل كيلوغرام. الشغل المنجز شلون احسبه؟ مو قلت لكم، قلت لكم الحراره المضافه كيو اي ناقصا الحراره المطروحه كيو ار يطلع لي شنو؟ الشغل المنجز. زين انا كيو اي حسبتها، لازم شو احسب بعد؟ احسب لي كيو ار، احسب لي كيو ار لازم. زين الكيو ار شلون احسبها؟ هم معادلتها بسيطه ما بها اي مشكله، هو ده يقول لي لكل كيلوغرام، فالام هي واحد كيلوغرام، والسي في نفس حسبتها ما يحتاج اعيدها بعد هياته. زين وعندي الفرق بين درجات الحراره ايضا موجوده تي 4 والتي 1 طلعناها قبل شويه، فراح يطلع عندي هاي الحراره المطروحه 231.44 كيلو جول. طبعا هاي الكيات مال كيلو كلها لازم اسمول بس للعلم يعني. زين كيلو جول لكل كيلوغرام هاي الحرارة المطروحة. زين هو مش يريد، هو مو يريد الحرارة المطروحة، يريد الشغل. فش اسوي؟ لازم اطرح كيو اي، هاي الكيو اي ناقصا شنو؟ ناقصا الكيو ار. خلينا نروح للسلايد الواحد. زين فالشغل المنجز الدبليو ايش راح يساوي؟ كيو اي ناقص كيو ار، وبالتالي هذا كيو اي ناقص كيو ار يطلع لي الشغل المنجز هو هل قد ايم سمول. زين 272.74 كيلو جول لكل كيلوغرام، هذا المطلب الاول خلاص، الثاني خلاص، الثالث خلاص. زين الثيرمال افشنسي الكفاءه الحراريه للدوره ايش راح تساوي لي؟ عندي قانون بعد ما يحتاج اشتقه. القانون شو يقول؟ يقول واحد ناقص واحد على الكومبريشن ريشيو اس جاما ناقص واحد، ما عندي مشكله، واحد على سبعه اس 1.4 ناقص 1، بعدين الناتج كله ويا من اضربه في 100% حتى شنو يطلع لي الناتج نسبه مئويه، وراح يطلع عندي 54% 54%. زين برايكم اذا الكومبريشن ريشيو زادت مثلا بالتصميم، صمم محرك الكومبريشن مالته مو 7 خلينا نقول 13 او 14 ضعف، الكفاءه راح تزيد لو راح تقل؟ الكفاءة راح تزيد. ليش؟ لأنه إذا زاد الكومبريشن ريشيو وين راح يصير؟ راح يصير هنا بالمقام، راح يصير بالمقام. زين هذا المقدار ايش راح يصير به؟ من يزيد المقام هذا المقدار ايش يصير به؟ راح يقل.
فالجزء المطروح من واحد راح يقل، فهاي راح تصعد عندي ترتفع النسبة. إذا استنتج من هذا الكل أنه بزيادة نسبة الانضغاط الكفاءة الحرارية شنو راح تزيد عندي. هسه هنا واضح، هو صح انتم تشوفوها قد بها نوع من التعقيد، او بس هي ما معقدة، مجرد قوانين بسيطة. انت عندك اربع عمليات، من واحد الى اثنين، من واحد الى اثنين فيها تقريبا ثلاث قوانين، زين، ومن اثنين الى ثلاثة اللي هي كيو اي تحسب بيها كيو اي، وعندك من ثلاثة الى اربعة، وعندك من اربعة الى واحد تحسب بيها الكيو ار. زين، الواحد الى اثنين ايش تحسب بيها؟ تحسب بيها البي 1 اذا عندك مجهول. شوف شنو عندك مجهول من ذني بي 1 تي 1 في 1، وتحسب بي 2 تي 2 في. طبعا هي مو كلها تحسبها، يعني لازم يعطيك كم شيء معلوم حتى من خلاله تطلع المجهول، ما معقول يعطيك اياها كلها مجهوله. زين، هنا شنو تحسب؟ عندك البي 3 التي 3 والفي 3، وهنا عندك البي 4 تي 4 والفي 4. فعندك اربع عمليات من خلالها راح تطلع المجاهيل المطلوبه. طبعا هنا بعد ذلك ورا ما تطلع الكيو ار تقدر تطلع الشغل المنجز، وتقدر تطلع ايضا الكفاءه تقدر تطلعها يعني راسا، بس مجرد تعرف كومبريشن ريشيو تقدر تطلع الكفاءه الحراريه. ما ادري صارت واضح لهنا طلاب. الآن نجي نحسب ما يسمى بالإفكتيف مين إفكتيف بريشر، أو معدل الضغط الفعال. طبعا هذا معدل الضغط الفعال، الضغط بشكل عام شلون، العفو الشغل شلون ينحسب. هسه راح نحسب هذا معدل الضغط الفعال، راح نحسبه من خلال الشغل. شلون نحسبه من خلال الشغل؟ هو الشغل أصلا شي يساوي لي الورك، شي يساوي لي، يساوي لي القوة في الإزاحة، مو صحيح؟ يعني نيوتن متر. زين، هاي القوة إذا تجون الحقيقة شو تساوي لي إذا بدلالة الضغط؟ شو تساوي لي؟ تساوي الضغط اللي هو شنو؟ نيوتن على المتر المربع في المساحة. زين، في المساحة هاي نيوتن. زين، الدي هذا أيضا بعد المساحة، في الدي اللي هو مثلا ارتفاع او الستروك خلينا نعتبره، ايش راح يصير؟ حجم. فالبي في الفي هو هو الشغل، بي في الفي. زين، انا الشغل حسبته من السلايدات السابقه، والحجم ايضا راح استخرجه هسه هنا من خلال هاي القوانين مات لامامكم، راح من خلاله اطلع معدل الضغط الفعال. طبعا هذا باشتقاق، هو اشتقاق طويل ما راح نتعب نفسنا به، راح ناخذ المعادله اللي تقول شو تقول؟ تقول معدل العفو الشغل يساوي، او بالاحرى معدل الضغط الفعال او المين افكتيف بريشر يساوي لي ال W على شنو؟ على دلتا في، يا دلتا في، في 1 ناقص في 2. في 1 اللي هي هاي الكلي، في 1 ناقصا الفي 2، يعني شنو؟ نقدر نقول سويبت، هاي سويبت فوليوم، يعني شنو؟ الحجم المزاح بواسطة المكبس، يعني من هاي النقطة إلى هاي النقطة. زين، فالحجم الكلي، هذا الحجم الكلي أطرح من عنده هذا الحجم، راح يبقى لي الحجم الآني أريد اللي هو من هاي النقطة إلى هاي النقطة، اللي هي سواء تريد تقول كيفك، تريد تقول بالنسبة لدورة أوتو نفس الشيء، تريد تقول V1 ناقص V2. زين، تريد تقول V4 هم تصير V4 ناقصا V3. ليش؟ لأنه ال V4 تساوي V1 وال V3 تساوي V2 في ثبوت الحجم. زين، فإذا هسه هذا عندنا القانون. إذا شو أحتاج؟ هذا عندي موجود، هذا عندي موجود، عندي أحتاج ال V1 وأحتاج ال V2. زين، خلينا نجي على ال V1. ال V1 عندنا قانون يسمونه قانون الغاز المثالي. شو يقول؟ يقول PV هذا كالآتي، يقول بي في يساوي ام ار تي. طبعا هذا مو ثابت الغاز العام، ثابت الغاز العام ما يقول ام ار تي الكتلة، يقول ان ار تي. يعني شنو ان؟ الان عدد المولات. هنا هذا مو ثابت الغاز العام الار، ثابت الغاز الخاص،
هذا يسموه ار سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني شنو؟ ثابت الغاز الخاص. هذا طبعا بيهم اشتقاق يقسموه على فد مقدار معين يطلع ثابت الغاز العام، يقسموه على مقدار معين يطلع هذا اللي هو ايش قد قيمته بالنسبه للغازات بشكل عام، 287 جول لكل كيلوغرام، او تريد تقول كيلو جول لكل كيلوغرام اذا تقسمه على الف، ماكو فرق. زين زين، هنا خلينا نجي نطبقها على الحاله الاولى اللي هي هاي البي 1 حسبناها، مو صحيح؟ الام هي 1 كيلوغرام، احنا اذا نقول بير 1 كيلوغرام. زين الار هياته معلوم 287، او اذا تريد بال تحسب الضغط يعني حسب التشير اللي تريد، مثلا هنا الضغط اذا استخدمته كيلو باسكال، احنا بيش طلعنا بالكيلو باسكال، تستخدم شو اسمه، تستخدم هذا 287. اما اذا طلعنا بال عفوا نستخدم هذا بالالف اذا استخدمناه بالكيلو باسكال، زين، واذا استخدمناه بالباسكال نستخدم هذا الجول. على كل حال زين، هذا الار ايضا معلوم اللي هو شنو، 0.287، هذا الار. زين التي 1 استخرجناها، ها هي نحل السؤال، هذا معلوم وهذا معلوم وهذا معلوم وهذا معلوم، نحل السؤال. فاذا شو اقول هسه، شو ارجع اقول، اجي اقول الفي 1 اللي انا هسه احتاجها على مود اعوضها هنا على مود اطلع المين افكتيف بريشر، ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي ام ار تي هذا المقدار على بي 1 على هذا المقدار. زين فهنا اجي اعوض الام هي 1 ما كتبناها، الار ايش قد؟ هذا المقدار 287 بالالف، هذا حفظه، والتي 1 استخرجناها من خلال ال شلون نقول المطالب السابقه، والبي 1 ايضا استخرجناها، فيطلع المقدار هذا. هذا شنو هو؟ هذا متر مكعب لكل كيلوغرام. ليش لكل كيلوغرام؟ لانه هنا الكيلوغرام استخدمناه 1. زين اذا هذا شو يسموه من يطلع هذا؟ هذا يسموه الحجم النوعي، الحجم النوعي، طبعا هاي الكي سمول لتر، الحجم النوعي متر مكعب لكل كيلوغرام. زين هذا الحجم من اجي اقسمه على الفي 2 اللي هو الفي 1 راح يطلع لي الكومبريشن ريشيو. زين انا ما عندي الفي 2 بس عندي الكومبريشن ريشيو، مطيني اياها 7 صحيح. فهسه من خلال هذا الشيء ايش راح اسوي؟ راح احسب الفي 2. الفي 2 ايش يساوي لي؟ اجي 7 تقسيم هذا الرقم، هاي الرقم اخليه هنا تقسيم. زين فراح يصير شنو؟ راح يصير عطني الفي 2 معلوم. زين صار عندي الفي 2 معلوم والفي 1 معلوم، اجي اعوض اطلع المين افكتيف بريشر. خلينا نروح على السلايد اللي وراه. الفي 2 بعد ما قسمنا بالسلايد اللي قبله قسمنا الكومبريشن ريشيو على الفي 1 او الفي 1 على الكومبريشن ريشيو، طلع لي هذا المقدار. زين بعد ذلك هو شنو الكومبريشن ريشيو؟ يساوي في 1 على في 2، هذا السي ار. زين احنا عندنا ايش راح يصير؟ ريد الفي 2 يصعد هنا، يصير في 2 يساوي في 1 على سي ار. نعم قسم الحجم الاول على نسبة الانضغاط يطلعني هذا الرقم. زين هسه اجي اعوض الشغل المنجز، هذا استخرجناه بالمطلب الثالث. زين وعدي الحجم الاول استخرجناه قبل شوية بالسلايد اللي قبله، وهذا الحجم الثاني، اكمل المعادلة راح يطلع لي الناتج بالكيلو باسكال، هو المين افكتيف بريشر، يعني شنو؟ معدل الضغط الفعال، معدل الضغط الفعال. هاي الى هنا تنتهي محاضرة اليوم، واذا عندكم اي سؤال او استفسار فحاولوا تدزوا لي اي يعني رسالة او كومنت او اي شيء. تحياتي لكم جميعا، مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح.